سيدي المدير تنتهي هذه الزيارة. نتمنى إقامة طيبة للجميع. و ان شاء الله نتمنى ان يكون هو هدفنا هو التعارف والتقارب بين شبابنا مدى الولايات اكثر منه تنافس او جوائز، وهذا لتمكين شباب الولايات المشاركه معرفه عن مدينه بازا وتقاليد مدينه بازا والمدن اطار مدينه بازا. باسم السيد والي الولايه اعلن الافتتاح الرسمي للمهرجان للقاء الوطني لترفيه الشباب في ولايه بازا، واتمنى لكم اقامه طيبه معنا ان شاء الله وعوده من هنا الى ولايه بعد انتهاء هذا اللقاء. شكرا. السلام عليكم، حنايا مشاركين جينا من ولايه قسنطينه. نشاطات بالرسم والزخرفة على الزجاج والشريط المرسوم، وحنا فرحانين بزاف بلي انا مشاركين هنايا باسكو حاجة مليحة كيعاد ولايات بزاف، وتسمى الهدف منها انه نتعارفوا ونهزوا ليكسبيريونس من بعضنا. وبون كوراج تو الموند، الناس كامل. بون سلام عليكم، حنا ديجا جينا من مدية، جينا نشاركوا بالاشغال اليدوية ولا فوتوغرافي، وعجبتني هذه ليفانمون بزاف باسكو الولايات كامل يتلاقاو وكامل بعد اصحاب هكذا بعد على بعضهم بعض يتلاقاو هذه ليفانمون، وان شاء الله نتمنى نجاح كامل المشاركين وربي يحفظهم ان شاء الله. الله يخليك. السلام عليكم، نحن جينا من ولايه الواد من بيت الشباب هواري بومدين، لانه تم مشاركتنا او استضافتنا من ولايه بازا باش نمثلوا الولايه مثل التراث التقليدي حول لوحات فنيه ولوحات والعروض التقليديه والحفلات تاع الاعراس تاع الولايه. بالعباس محمد شلالي رئيس الديوان المحلي للسياحه وترفيه الشباب لمدينه بازا، جئت لحضور وتمثيل هذه الجمعيه المسمات الديوان المحلي للسياحه وترفيه الشباب لمدينه بازا، لحضور هذا الملتقى الوطني لنشاطات الشباب الذي يدوم 4 أيام ابتداء من 30 أكتوبر إلى غاية 3 نوفمبر. المهم هذه الجمعية السياحية تهتم بنشاطات الشباب والسياحة الشبانية. الجمعية تقوم برحلات سياحية على مستوى الولاية، يستفيد منها حوالي 45 دار الشباب، وخاصة نعتني بالشبان بالمؤسسات الشبانية النائية مثل أغبال، قرايا، الأرهاط إلى غير ذلك. السلام عليكم، مازول في اللون، سي اسمي وسي اسم لا ديراكسيون لا جونيس دي سبور لا ولاية تيزي وزو، نشكر الساكيني لا ديراكسيون لا جونيس دي سبور لا ولاية تي بازا دي خدمنا الجموعة كيني في رجال لا 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 الترفيه الشباب، هو ملتقى يعني عن ترفيه الشباب. حنا اليوم عندنا في هذا السطو تاعنا عندنا صور مختلفة عن مناطق سياحية وتاريخية لولاية تيزي وزو، كما عندنا أيضا نشاطات يدوية المتعلقة بالمكرمي والشريط المرسوم، كما نشكر أيضا قناة نوميديا التي غطت هذا الحدث بكل احترافية، وشكرا.
السلام عليكم، احنا ديجان من مدينة وهران، رانا في مدينة تيبازا. هذه المبادرة عجبتنا، منها التعارف ما بين شباب وإبراز المواهب، ونشكر السلطات ونشكر كاع المقيمين على هذا الحفل التنظيمي وشكرا. السلام عليكم، انا مشاركه من ولايه شلف، الاسم بن طالب خديجه، جيت نشارك هنا بمعرض صناعه الورود والخط العربي في هذا اللقاء الوطني لترفيه الشباب المنظم من قبل ولايه تيبازا. جينا حطينا اليوم المعرض تاعنا، الحمد لله استقبلونا استقبال جد طيب، ومعرضنا كان بالتنسيق مع دار شباب بوزغايا، دار شباب بلدية بوقادير، ودار شباب لبلدية عين مران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية نشكر قناة نوميديا نيوز لتغطيتها هذا النشاط الثقافي الذي فيه التقى الشباب من كل حدب وصوب من كل الولايات، وقد شاركنا بثلاث نشاطات والمتمثلة في صناعة الورود وكذلك الزخرفة على الفخار والشريط السياحي والصور السياحية للمنطقة التي تسكن فيها، وشكرا. مشاركتنا أو مشاركة ولاية جيجل في هذه التظاهرة تتمثل في بطاقة فنية عن بيت الشباب جيجل وما يحتويه من منشآت ونشاطات سنوية، إضافة إلى بعض الأشغال أو بعض التقنيات المستعملة من طرف الشباب الموهوب بالمنطقة والمتمثلة في الرسم على الزجاج، إضافة إلى تركيب الورود وتقنية الرسم بالرمل واستعمال الكوكياج أو تركيب الكوكياج، إضافة إلى بعض التقنيات الأخرى والمتمثلة في الرسم على الفخار، وإضافة إلى إطارات وصور لمختلف المناظر الطبيعية والسياحية والأثرية لولاية جيجل، إضافة إلى كل ما هو فنون تشكيلية ومناظر طبيعية. إذن نشكركم جزيل الشكر على حسن الاستضافة وعلى حسن الاستضافة وعلى حسن الاستقبال، كما لا ننسى أن نشكر الوزارة على تنظيم هذه المهرجانات واللقاءات الوطنية التي تقام هنا وهناك. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر مدينة تيبازا على حسن الاستقبال والتوجيه في إطار تبادل وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة وعرض للمواهب الشبانية عبر كامل التراب الوطني. نحن نمثل مدينة تينمسان وننشط بدار شباب بوعلي فاتحة بأعمال فنية كالزخرفة والكاريكاتير والسمع بصري. نتمنى هذا الملتقى يكون في مستوى استقبال مدينة تيبازا. نشكركم على حسن الضيافة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بجزيل الشكر لولاية تيبازا على استقبالنا. نحن قادمنا من ولاية سطيف لتمثيلها بالرسم الكاريكاتوري والخط العربي. جزيل الشكر لقناة نوميديا نيوز لتغطية هذا الحدث، هذه طبعة تيبازا، وشكرا. السلام عليكم، أنا صالحة من بلدية فوكا، جيت اليوم في هذا الملتقى الوطني لترفيه الشباب، جيت نمثل دار شباب فوكا، وجيتكم اليوم بعدة نشاطات ومن بين هذه النشاطات المكخامي. شوفوا معايا المكخامي نوري لكم. السلام عليكم، احنا ممثلين ولاية عنابة، جينا باسم جمعية انفوكوم، جمعية الإعلام والاتصال في أوساط الشباب. تلقينا استدعاء من ولاية تيبازا باش نشاركوا في المهرجان هذا الترفيهي للشباب،
بالاعمال نتاعنا، من بينها لي كاريكاتور، الرسم على زجاج، ولي فوتو والكور ميتراج. السلام عليكم، معكم عيسى بوتشيش، فنان تشكيلي من ولايه الاغواط. نمثل ولايه الاغواط عن طريق نادي يسمى الفينيكس، وهذا المعرض شكون قدمنا فيه اعمال شباب، فيه تقنيه لابنتيرا الويل، فيه تقنيه فن الترميل، ونشكر السلطات المعنيه بقيام بهذا النشاط الذي يعتبر حافز للشباب انهم يبينوا المواهب تاعهم، يبينوا الابداعاتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا من ولايه سيرت، من دار شباب الجنوبيه السيروسو، جينا بنشاطين كاريكاتور والخط العربي. كاريكاتور مثله الفنان مجاهد فتحي، والخط العربي مثل مهدي محمد سعيد اللي هو انا. وحنا عندنا مشاركه في هذا النشاط تاع ترفيه الشباب في 2011، ورانا ولينا في 2015 عندكم في تيبازا. نمثلوا الولايه تيبازا، احنا دار الشباب بلديه الناظور، متربيسات الاستاذه حديد لامياض. عندنا اشغال يدويه تتمثل في جهاز العروس، فيها طبق تاع الحنه، فيها شهره، فيها لي بول ماجيك، فيها الرسم على الحرير، العقاش، لا بات سيراميك. عندنا كاع هاد الاشغال اليدويه ونقوم بها في دار الشباب الناظور. هدفنا هو التعارف وتقارب الشباب بالولايات بما بينهم، اكثر من هو تنافس واكثر منه جائزه، لان هذه يسمح لكل الشباب تاع الولايه التعرف على مدينه ولايه تيبازا في مختلف المدن السياحيه ديال تيبازا، المدن الاثر الرومانيه في تيبازا. هذا تعطيهم نظره عن ولايتنا في الميدان السياحي. وكما تشاهدون تم الافتتاح الرسمي عن بعد قليل على هذه الملتقى الوطني، الملتقى الوطني ترفيه الشباب، والذي سيدوم الى غايه 3 نوفمبر ان شاء الله. ونتمنى ان تكون اقامه طيبه لكل المشاركين في هذا الملتقى فيما يخص الايواء والاستقبال والاطعام ان شاء الله، حيث يتم الايواء تاعهم في دار بيت الشباب بعين تاكوريت، والاطعام يكون بمخيم الشباب بتيبازا. واليوم سيبدا التنافس بين هذه الانشطه، وهناك لجنه ان شاء الله تقيم كل الانشطه ويكون فائزين وتوزيع جوائز يوم الثلاثاء صباحا بالمخيم الشباب، مخيم الشباب بتيبازا. ونتمنى للوافدين والوفود الاقامه الطيبه بولايتنا، وشكرا.